الحمد لله العرض اليوم داز مزيان الحمد لله العرض الثالث دابا على التوالي يوميا كنديروا سبيكتاكل وكيدوز مزيان الحمد لله الجمهور كيمشي فرحان لي سولد اوت في لي 4 دات وهذا هو الرباح وكيف ما كتعرف الجوله الحمد لله خلينا كازا يلا خرا باش يلا نروديو سبيكتاكل مزيان حيت الجمهور ديال كازا واحد الجمهور اللي خاصو شي حاجه اللي فريمون مروديه مزيان ومخدومه مزيان والحمد لله الناس كيمشيو فرحانه وكيبقاو معنا حتى لوحده الليل بالسحور باش يتصوروا معنا راه صافي بليزير العرض ديال اليوم صراحه نهار على نهار كنتفاجئ والعرض ديال اليوم داز الطوب بالجمهور اللي حضر اليوم راك شتي الناس حاضره بكثافه حتى راك اموراجي راك عارفه كيفاش دايره خاص بنادم يجي خاصو يضحك وبنادم راه ضحك هضم ديك الحريره اللي كان واكلها اللي كلاها في الفطور يعني دابا يفكر في السحور نقول عليه فن نقول عليه غزال نقول عليه فيه الضحك والفرفاشه والاستجمام وروح الدعابه سبيكتاكل اليوم داز 10 على 10 على 10 على 10 سولد اوت سمحوا لي مشات ليا اس زعما النهار الثالث على التوالي وكنعمروا لاصال ديال كازا والجمهور ديال كازا كيخرج ناشط جميع الفئات الناس كبار عيالات دراري صغار كيخرجوا يضحكوا هذاك هو الرباح وما فيه طبيعه الحال حنا الروتور ديال داك الشيء تيفاجئ علينا في قلبنا وكنحسوا براسنا اننا كنديروا شي حاجه زوينه كنديروا حتى شي حاجه خايبه يعني كندخلوا البهجه السرور على الناس فقط صراحه الاشغال مازال نجيبوا نطوروا نجيبوا تراكس نبداو نديروا به الاشغال الاشغال هي واحد باش يعرفوا الجمهور هي واحد الكاك كيدوز في السبيكتاكل الحمد لله كيتفاعل مع الجمهور وهذه النهار الثالث اللي كنلعبوا في كازا وكي قال سعيد كنتفاجئوا بالجمهور الكازاوي يعني تيكون معنا على القرص تيضحك معنا تيفوج معنا وهذا الشيء كيفرحنا وهاد الانرجي كتزيد تعطينا قوه اكثر باش نزيدوا نطوروا راسنا ونخدموا اكثر ونديفلوبيو اكثر اليوم كان سبيكتاكل ديالي مغاجي في كازا العرض الثالث الحمد لله اليوم داز جد رائع الريتم غادي وكيطلع الحمد لله الجمهور خرج فرحان وكاين اللي باقي شوفي دابا شحال بس سبيكتاكل والجمهور باقي ما خرج